كريمي ما كوس ما عاد ينفعك ليه؟ ترى يجير بعدك يا واد. انا الحين قلت الله يوفقك وتوفيق الطيب. شوف بعلمك كلها الله صل على محمد. الخبره لها دور. المسالمه سالفه خبره. السالفه كل منشد يثبت امره. الرجل خالد اثبت نفسه صدق والله. رجل مو بسيط كصوت يا رجل. عندك كصوت بعلمك كصوت رجل مو بسيط. طيب ما قلت بسيط بس انت كخبرتك يعني خلاص كذا تسلمها. هذه تسلم خبرتك كذا تعطيها. انا توقعت يوم قال كذا بيختار هذه كاسم يا اخي. اسمع رجل كم برنامج شاركت؟ سؤال كم برنامج شاركت؟ برامج واجد. كم واحد؟ قل لي كم واحد؟ كم واحد برنامج؟ ثلاثة أربعة؟ والله واجد. وآخر شيء كذا اسحبوا عليك؟ لا أنا ما أغرس بيضة يجي. هذا أنا أتوقعت إني أخير بينك وبين شخص. الرجال يا ولد ما حد أتدري أنا تدري أنا لو عندي قصيدة تدري لو عندي أربع أبيات تدري لو عندي أبيات يا أخي كاسم أختار هذه. أنت أختار هذه. أنت حلو كذا بس. بيض الله وجهك. بس بيض الله وجهك. بس قول لي الله. مثلا هذا شاعر عنده أبيات حلوين مو مجبور إني أروح لهادي بالربعة. في أكثر من منشد. خالد صوته حلو. طيب بس أنت مرضت حلو. مرضت كافح. لا البيرة لا ما لا لا لا, لا عط 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 غيرك مجال. الرجل هذا ما في مجال. لا أعطي مجال. شف ما أعطي مجال. لا هذه أنت على قولتهم قوتك أنت. لو الكلام كذا كل شيء بغني. حتى المشاهد راح يعزك مصور. أبدع طلع الحان جديدة باسم هادي. كل شيء موجود. الحان جديد. طيب الحمد لله واثق فيه. خلاص ممتاز. انت تقول لا خلاص انا لا خلاص اكتفي ما ابغى شيء غيري. شوف انا احترم وجهه نظر الرجل. ما تحبطني ولا تجيدني. ممكن اختار شخص غيري. لا تحبطني ولا تجيدني. خذني ان اختارني حب واكرم. ما اختارني ما عاد اقدر اقول شيء. خلاص هذا الرجل معجبه صوت خالد. صوته بطل بس هادي وين ظهوره؟ هادي ظهوره موجود. هذه يكفي لها البرامج اللي مشارك فيها. اول برنامج شارك اول برنامج الان كره هذه رده باذن الله احد. هذه رده باذن الله احد. ظهور هذه مو هذه اللي انا توقعتها. لا بتجي انا توقعت الان اليومين هذه داعس لحن جديد كذا لحن جديد. تعال القهوه على قول